عندما نتحدث عن وجود المشاركين، كيف هي أصداء ردود فعلهم لليوم الأول، تباشير اليوم الثاني، كيف تراهم أنت في اليوم الثاني؟ نرى الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض سواء كان في اليوم الافتتاحي أو اليوم الثاني، هذا دليل على نجاح المعرض أو على أهمية هذا المعرض. وأحب أنوه إلى مقالة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن هذا المعرض يعد منصة يتم من خلالها عرض جميع المنتجات وكل ما هو حديث، وهو يعني يبرز دور الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال عرض كل ما هو جديد وكل ما هو مبتكر كحلول مبتكرة لجميع التحديات التي تواجهها.